صباح الخير. موضوع المحاضرة بتاعت النهاردة إزاي نقدر نعمل prediction لل direction of the spontaneous process. نرجع بسرعة كده تاني أفكركم عن المحاضرة اللي فاتت. كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت على إن الانرجي دي is a conserved property، وما فيش أي process في الدنيا ممكن تحصل without satisfying the first law of thermodynamics. طيب، هل satisfying the first law of thermodynamics ensure that the process will actually occur؟ هل فعلا إذا كانت ال process دي satisfies the first law of thermodynamics لازم تكون ال process دي لازم تكون بتحصل؟ الإجابة لا، لأن زي ما شفنا المرة اللي فاتت إن satisfying the first law alone ده ما بيأكدش أبدا إن ال process دي ممكن تحصل. وإحنا لقينا بعد كده إن ال processes بتبقى proceeds in بصورة spontaneous في direction معين، وطالما انها كانت بتمشي بصوره spontaneous في اتجاه معين فالبروسيسز دي بتكون نون spontaneous في الاتجاه المعاكس. افكركم باكزامبل بسيط، احنا كنا لو قلنا جبنا الميه السخنه لو سبناها في الجو المحيط لدرجه حرارته اقل منها هنبص نلاقي الميه السخنه دي عماله بتبرد، ده كان تغير تلقائي والتغير كان في اتجاه ان درجه حراره الميه السخنه دي بتبرد نتيجه انها معرضه للجو المحيط اللي درجه حرارته اقل منها، فالهيت ترانسفير بتحصل من الميه السخنه للجو المحيط، فبالتالي الميه دي بتبرد تلقائيا مع الوقت. يبقى البروسيس دي كانت سبونتينيوس في اتجاه معين انها الميه السخنه تبرد نتيجه وجودها في جو محيط درجه حرارته اقل منها، لكن العكس بقى الريفرس بروسيس بتاعتها ان الميه السخنه دي تسخن اكتر نتيجة انها تمتص حرارة من السراوندينجز اللي درجة حرارته اقل منها، ده ما كانش هيحصل ابدا حتى لو احنا فرضنا ان كمية الحرارة اللي هيفقدها السراوندينجز قد كمية الحرارة اللي هتكتسبها المية. فاحنا شفنا ان البروسس كانت بتمشي بصورة تلقائية في اتجاه معين وما بتبقاش تلقائية في اتجاه المعاكس، فبالتالي الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس لوحده ما قدرش يقول لنا الدايركشن بتاعت السبونتينيوس تشينج. يبقى احنا قدرنا نعرف في الاكزامبل اللي فات ده الدايركشن بتاع spontaneous change نتيجه الايه المعلومات اللي هي العاديه اللي عندنا الكومن سنس العادي، قدرنا نعرف عن طريقه اذا كانت البروسيس دي هتمشي او الميه دي هتبرد ولا هتسخن نتيجه تعرضها للجو المحيط وهي درجه حرارتها اعلى من الجو المحيط. دي احنا قدرنا نعرفها ونستنتجها بالخبرات بتاعتنا العاديه، لكن لما تكون process complicated شوية أو ما حناش قادرين نحكم عليها يعني هنقدر نعرف إزاي الـ direction بتاع الـ spontaneous change. ففي المحاضرة النهاردة عايزين نشوف مع بعض إزاي نقدر نعمل prediction للـ direction بتاع الـ spontaneous change. أول حاجة فكر فيها العلماء قالوا إن الـ exothermic processes اللي هي delta H negative بتاعتها دي بتكون spontaneous والـ endothermic ones بتكون non-spontaneous، والكلام ده كان له شويه سبورت لان ايه لقوا ان في spontaneous processes كتيره بتكون exothermic، فقالوا مبدئيا كده كل ال exothermic processes بتكون spontaneous، وقعدوا يجيبوا examples. تعالوا نشوف اول حاجه كل ال combustion reactions بيكونوا spontaneous and exothermic، ادي exothermic اهي وفي نفس الوقت spontaneous. ميثين عملنا له combustion في وجود الاكسجين هيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبر، والدلتا اتش ار اكس ان دي يعني رياكشن، الدلتا اتش بتاعت رياكشن نيجاتيف يعني معناتها اكزوثيرميك، يبقى التفاعل ده تلقائي يعني سبونتينيوس وفي نفس الوقت اكزوثيرميك. طيب تعالوا نشوف كمان، قالوا الايرون راست برضو ده سبونتينيوس تلقائي واكزوثيرميك في نفس الوقت. طيب تعالوا نشوف كمان اكزامبل تاني اهو، الصوديوم بيتفاعل مع الكلورين دينا صوديوم كلورايد ده برضو سبونتينيوس وفي نفس الوقت ايه اكزوثيرميك. الووتر ليكويد ووتر لو موجوده عند الابروبريت كونديشنز من التمبريتشر والبريشر هتتحول بصوره تلقائيه من ليكويد لسوليد، يعني لو جبنا شويه ميه حطيناهم في فريزر كومبارتمنت عند درجه حراره ميه ليكويد يعني حطيناها في فريزر كومبارتمنت عند درجه حراره مثلا ناقص 5 ولا ناقص 10 ولا اي حاجه هنبص نلاقي الميه تلقائيا بتتحول الى السوليد. طيب التحول ده برضو التلقائي ده كان اكزوثيرميك، دلتا اتش بتاعته نيجاتيف وفي نفس الوقت كان spontaneous طالما ان هو موجود under the appropriate conditions. يبقى الفكرة بتاعت ان الreactions اللي هي الexothermic دي spontaneous بدأوا يفكروا بالطريقة دي في الأول ان هي اذا كانت spontaneous هتبقى exothermic، لقوا ان مش دايما الحكاية دي مظبوطة. لقوا ان ايه بقى الliquid water
ممكن تتحول إلى solid عند ظروف معينة، اللي هي مثلا لو كانت المية دي liquid water دي زي ما اتكلمتكم من شوية، حطيناها في فريزر درجة حرارته مثلا ناقص 10 ولا ناقص 5، هنبص نلاقيها تتحول إلى solid، وده كان spontaneous وكان exothermic. طيب لو جبنا الووتر اللي هي في صورة ice مثلا أو solid وحطيناها في room temperature اللي هي مثلا 25، هنبص نلاقيها تتحول إلى liquid spontaneous. يعني لو جبنا قطعة من التلج وحطيناها في روم درجة حرارتها 25 under a normal atmospheric pressure، هنبص نلاقيها لازم تلقائيا بتتحول من solid إلى liquid. طب التحول ده، تحول السوليد إلى liquid ده endothermic. طب لقوا برضو هنا ده التغير ده endothermic بس في نفس الوقت spontaneous طالما ال appropriate conditions موجودة. طيب تعالوا نشوف example تاني. المية بتاعت البحر مش هي بتتبخر، تحول من liquid إلى vapor بصورة spontaneous. يعني مية البحر في الصيف مش بتتبخر، بيبقى في evaporation منها، بيحصل evaporation، يعني الليكويد بتتحول، الووتر بتتحول من liquid إلى vapor، وده endothermic عشان هو بيمتص حرارة من الجو المحيط. أي بقى endothermic وتلقائي، ولا أنا بعمل حاجة عشان هو يتبخر؟ لأ تلقائي. يبقى التغير برضو من الليكويد للفيبر برضو ممكن يكون تلقائي، بيحصل under the appropriate conditions وفي نفس الوقت endothermic. يبقى لقوا ان ال sign of delta H دي مش يعني ايه inadequate criteria للايه، لان انا احكم ما اقدرش احكم بيها بصورة كويسة على اذا كان ال process ده هيحصل ولا لا. يبقى في الاول قالوا اغلب ال exothermic processes are spontaneous، بعدين دلوقتي بعد ما شفنا الاكزامبلز اللي فاتت دي لقينا ان في endothermic كمان processes بتكون ايه، هي كمان بتكون spontaneous. ف قالوا يعني لغاية دلوقتي احنا يعني شايفين ان الاشارة بتاع دلتا اتش لوحدها ما هياش دي كفاية انها تحكم على اذا كان البروسيس ده spontaneous ولا لا. طب اخدوا examples كمان، قالوا ان لو كان عندنا مثلا صوديوم كلورايد ده solid لو حطناه في الووتر هيتحول الى hydrated ions موجودة في solution، هنا ده دلتا اتش positive، يعني ده endothermic reaction او endothermic process، واللي كانت بتحصل بصوره spontaneous لان احنا لما حطينا الصوديوم كلورايد داب في المي. طب لو جبنا امونيوم نيتريت سوليد وحطيناها في المي هتدوب برضو، والدلتا اتش بتاعتها بتكون رقم موجب، يبقى في الحاله ده endothermic وspontaneous. طيب ادي برضو حاجه تانية، ادي N2O5 في صوره سوليد بيتحول spontaneously الى NO2 gas زائد اكسجين gas، وبرضو ده endothermic process وspontaneous. يبقى احنا اتفقنا ان الاشارة بتاع دلتا اتش لوحدها was an inadequate criterion of spontaneity، ما نقدرش عن طريق دلتا اتش لوحدها نحكم اذا كان البروسس او reaction ده spontaneous او non spontaneous، لان احنا شفنا شوية exothermic reactions are spontaneous وشوية برضو spontaneous endothermic processes are spontaneous. يعني شوية من spontaneous process are endothermic وشوية منهم are exothermic. يبقى في الحالة دي دلتا H ما اقدرش احكم بيها اذا كان process او change او reaction او الكلام ده ده spontaneous ولا non-spontaneous. طيب علشان قعدوا يفكروا بطريقة ادق شوية، ايه الحاجة المشتركة ما بين endothermic processes which are spontaneous؟ تعالوا نشوف زي كان ايه، زي ما كانت الووتر في صورة solid بتتحول إلى liquid، ده كان endothermic وspontaneous. يعني حتة التلج اللي بنحطها في room temperature درجة حرارتها أعلى من يعني هي الambient temperature يعني 25 ولا حاجة، نبص نلاقي التلج يسيح، يبقى ده endothermic وspontaneous. المية بتاعت البحر اللي بتتبخر تحول من liquid إلى vapor، ده برضو spontaneous endothermic. الdissolution reactions دول اللي هنا السوليد صوديوم كلورايد بيتحول الى هيدريتد اينز، وبرده السوليد صوديوم نيتريت بيتحول الى هيدريتد اينز، هنا السوليد سبستنس دي بتتحول الى جاسز. فلقينا ان في السبونتينيوس اندوثيرميك تشينجز دي ممكن هي كمان تحصل. طب ايه الحاجه المشتركه ما بين كل الاكزامبلز اللي انا قلتها كونسرنينج سبونتينيوس اندوثيرميك بروسيسز؟ السوليد تحول الى ليكويد. طيب تعالوا نفكر كده، مين الستراكشر بتاعته مور اوردرد، السوليد في كريستال ولا
الليكويد اللي الاتومز فيه موجودة moving freely around each other في pattern معين. الصوليد بيبقى highly ordered crystalline structure. الليكويد المولكيولز are free to move in الحيز الموجود بتاع الليكويد. مين ordered أكتر؟ طبعا الصوليد بيكون more ordered. فكان تحول الصوليد اللي هو الايس إلى liquid water تحول من more ordered إلى less ordered form of a of material. تعالوا نشوف الvaporization أو الevaporation اللي حصلت من evaporation، طبعا أدق من كلمة vaporization، الevaporation بتاعت الwater من السي إلى vapor. الevaporation كان liquid water بيتحول إلى water vapor. مين فيهم more ordered؟ الwater اللي هي موجودة في صورة liquid ولا الجاس اللي هي الجزيئات فيه بتكون randomly moving in all direction with various speeds؟ طبعا الليكويد ووتر بتكون مور اوردرد ذان الايه الجاس اللي هو ووتر فيبر. يبقى برضو التحول ده اللي هو من ليكويد ووتر الى ووتر فيبر كان مصحوب بتغير في الاوردر بتاعه السيستم من المور اوردرد فورم الى اللاس اوردرد فورم. يبقى السوليد الى ليكويد، الليكويد الى فيبر، هو يعتبر تحول من المور اوردرد فورم الى اللاس اوردرد فورم. طب تعالوا نشوف الديسوليوشن. هنا كانت كريستال سوليد فكان highly ordered crystalline structure، هنا اتحولت الى hydrated ions in solution. مين الاوردر فيه اكتر؟ الصوديوم كلورايد سوليد طبعا. يبقى التحول من هنا لهنا من الاور من المور اوردرد فورم الى اللاس اوردرد فورم. نفس الكلام ينطبق على الامونيوم نيتريت سوليد، لما بتدوب السوليد بيتحول من المور اوردرد فورم الى hydrated ions in solution which is a less ordered form. هنا السوليد سبستنس دي بتتحول الى different gases، فبرضو المور اوردرد بيتحول الى less ordered. ففي حاجة مهمة جدا، ايه دلوقتي اللي نقدر نستنتجه؟ الحاجة المشتركة ما بين الاندوثيرميك spontaneous processes، ان الاندوثيرميك spontaneous processes بيكونوا مصحوبين بتغير في الاوردر من المور اوردرد فورم للless ordered فورم. يبقى نقرأ مع بعض هنا. Is there any factor common to these spontaneous endothermic processes that can give us a clue تدلنا على ايه اللي بيخلي البروسيسز دي تحصل وهي endothermic؟ فقلنا ال phase changes leads from a more ordered or more organized to a less organized solid to liquid أو liquid to gas. نفس الكلام اللي أنا شرحته قبل كده، ال dissolution أو dissolving بتاع solids من crystalline solid and pure liquid موجود جنبه إلى dispersed ion in solution. الكيميكال reactions برضو بتدينا gases من كان أصلها الماتيريال كان اللي بدأنا بيها كانت crystalline solids. في كل الexamples اللي فاتت دي matter changes from a more ordered form to less ordered form. يبقى الchange في الorder ده عامل مهم جدا في تحديد الdirection بتاع spontaneous process. فطلعوا قانون كده اسمه common sense law. common sense law لان هم عملوش derivation عشان يوصلوا له ولا اي حاجه، هم قدروا يوصلوا له عن طريق بعض عن طريق الاستنتاجات اللي احنا عملناها ديت من غير ما كان في mathematical derivations ولا اي حاجه بالمنظر ده. يبقى common sense law قدروا يوصلوا له عن طريق الديسكشنز اللي احنا قلناها دي، طلعوا بكونكلوجن معين بيقول ان things tend to become disorganized. فالحاله دي هو ده الكومن سنس لو. طيب السؤال دلوقتي، هل الكومن سنس لو ده apply on a molecular level؟ قالوا هنجيب 2 glass bulbs اهم 2 glass bulbs، فيه واحدة فيها nitrogen dioxide gas والتانية empty وفي valve هنا ايه في النص. يبقى عندنا 2 glass bulb، ادي واحدة وادي التانية وبينهم هنا في valve. النيتروجين dioxide gas ده عبارة عن reddish brown gas والتانية empty ما فيهاش nitrogen dioxide gas. فلو احنا فتحنا الفالف ده هنبص نلاقي النيتروجين dioxide gas ده هيمشي في الاتجاه ده هو علشان يروح للايه الامتي بلب الموجوده الناحيه الثانيه، وهتفضل الجزيئات رايحه من هنا لهنا 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 فلغايه ما يحصل حاجه اسمها state of dynamic equilibrium، يعني عدد الجزيئات اللي قد هنا بتساوي عدد الجزيئات اللي قد هنا. بس هل معناها ان لازم الجزيئات اللي موجوده هنا تفضل هنا طول الوقت والجزيئات اللي موجوده هنا تفضل هنا طول الوقت؟
لا مش لازم، ممكن واحد جزء من هنا يمشي يروح الناحية التانية، وواحد تاني جزء من الناحية دي يروح الناحية التانية، فبيبقى في حاجة اسمها state of dynamic equilibrium، والجزيئات عمالة تتحرك between ال two bulbs اللي موجودين ده. طيب أنا لما فتحت الفولف إيه اللي حصل؟ التغير حصل من ال more ordered form إلى ال less ordered form، لأن هنا كان النيتروجين جاز confined في السبيس ده بس، موجود في المنطقة دي لغاية هنا اهو. طيب لما فتحت الفالف بدأ النيتروجين جاس يمشي تلقائيا في الاتجاه ده لغاية ما حصل الستيت اوف دايناميك ايكوليبريم اللي احنا بنتكلم عليه. طيب يبقى التغير حصل من المور اوردرد فورم، النيتروجين دايوكسيد جاس كان كونفايند في حيز معين الاول، دلوقتي اما فتحنا الفالف بقى عمال يتحرك بصوره عشوائيه بين التو بالبس، فبالتالي كان في مور ديسوردر او الديسوردر زاد في السيستم نتيجه تحرك الجزيئات بين التو بالبس بصوره عشوائيه. طيب يبقى التحول هنا لما فتحنا الفالف كان من المور اوردرد فورم لما كان النيتروجين دايوكسيد جاس موجود في الحيز ده الى اللاس اوردرد فورم اللي هو موجود بين موجود في التو بالبس وعمال يتحرك باك اند فورث بين ذيس تو بالبس. طيب يبقى التغير هنا اصبح كان او التغير التلقائي من المور اوردرد فورم لما كان النيتروجين دايوكسيد هنا بس الى اللاس اوردرد فورم لما ملا التو بالبس وبدا يتحرك ما بينهم بقى لاس اوردرد فورم، فبالتالي كان التغير ده تلقائي. طب هل احنا لو حطينا الفالف ده تاني هل الجزيئات هترجع من اللاس اوردرد فورم كلها وتروح تاني هنا؟ لا ده مش ممكن هيحصل ابدا، فبالتالي ان التغير التلقائي اللي احنا بنشوفه كان بيبقى دايما من المور اوردرد فورم للاس للاس اوردرد فورم. طيب احنا عمالين نقول مور اوردرد ولاس اوردرد وديجري اوف اوردر وديس اورجانيزد، احنا عايزين بقى نطلع ثيرموداينامك فانكشن جديده بتعبر لنا عن الديجري اوف ديس اوردر في السيستم. الفانكشن دي اسمها الانتروبي اللي بتعبر عن، يبقى انتروبي از ا ميجر اوف ديس اوردر والرمز بتاعها اس، يبقى الانتروبي ده عباره عن ستيت فانكشن الرمز بتاعته اس، وده بيعبر عن الديجري اوف ديس اوردر الموجوده في السيستم، ديجري اوف ديس اوردر، ديجري اوف راندومنس، اي حاجه من الكلام ده. طيب لما نقول الكيس الاولاني الديجري اوف اوردر في الاول كان عالي، تمام الاوردر كان عالي، وبعدين بقى هنا بيكيم لس اوردرد، هنا بيكيم لس اوردرد، يعني الديس اوردر زاد في الحاله دي لما فتحنا الفالف. فالاس فاينل اللي هي الديجري اوف راندومنس او ديجري اوف ديس اوردر في الحاله الثانيه اللي هي الاس فاينل اكبر من الاس انيشال. يبقى لو انا عايزه اتكلم على دلتا اس للبروسيس دي لما فتحنا الفالف بتوين ذا تو بالبس، دلتا اس هتبقى بوزيتيف لان لما فتحنا الفالف بتوين ذا تو بالبس كان في الجزيئات بتتحرك بصوره عشوائيه بتوين ذا تو بالبس، فبالتالي الديجري اوف ديس اوردر عالي. فالاس او الانتروبي او الديجري اوف ديس اوردر بعد ما فتحنا الفالف بتوين ذا تو بالبس واز هاير، فبالتالي الانتروبي في الفاينل ستيت كان اكبر من الانتروبي اللي هو الديجري اوف ديس اوردر في الانيشال ستيت، فبالتالي كان ده دلتا اس بتاعت السيستم دي كانت موجبه. طيب دلوقتي عايزين نشوف السكند لو بتاع ثيرموداينامكس هيقول لنا يعني هيقدر يعني نستنتجه ازاي. دلوقتي خلونا نرجع تاني للاوريجينال كويستشن، ايه الحاجه اللي بتديتيرمن ذا دايركشن اوف ذا سبونتينيوس تشينج؟ احنا اللي لقيناه لغايه دلوقتي قدامنا واضح من الدسكشنز اللي فاتت لغايه دلوقتي كلها ان ناتشرال سيستم تند تووردز ديس اوردر، تمام، ويعني معناها تووردز ا مور راندوم او لاست اوردر ديستريبيوشن اوف ذير بارتيكلز. هل الكيس ده بيكون موجود كده في الحالات كلها؟ لا، لقوا ان some systems become less ordered spontaneously. less ordered spontaneously. طب تمام، ده اللي احنا ايه متعودين نشوفه ان الملتنج بتاعت الايس او الديزولفينج او الكريستلز ده بيحول من المور اوردرد من المور اوردرد للاس اوردرد اللي هو ايه السيتويشن اللي احنا شفناها قبل كده. في احوال تانية لقينا ان more ordered spontaneous changes occur، يعني التحول من less ordered الى more ordered بيحصل spontaneously ازاي؟ يعني لقينا example تاني اللي هو بتاع freezing of water، الووتر دي لو انا جبت
ميه ليكويد وحطيتها في الفريزر كومبارتمنت، تمام؟ الميه دي هتتحول من ليكويد الى سوليد سبونتينيوس، ايوه، لانها موجوده اندر ذا ابروبريت كونديشنز. الميه تحولت بصوره سبونتينيوس في الفريزر كومبارتمنت الى سوليد لان الكونديشنز جوه الفريزر كومبارتمنتس خلت التحول تلقائي للميه من الليكويد للسوليد. وفي اكزامبل تاني جروينج اوف ا كريستال. طب لقوا ان برضو اللي احنا وصلنا له ما كانش دقيق قوي او ما كانش كفايه قوي ان هو يقدر يحدد لنا الدايركشن بتاع سبونتينيوس تشينج، لان بعض الاحوال السيستمز بيكيم لس اوردرد سبونتينيوسلي زي ما شفنا قبل كده، لكن لقوا كمان ان في سيستمز بيكم مور اوردرد سبونتينيوسلي زي الفريزنج اوف ووتر او جروينج اوف ا كريستال. بعدين طيب ايه بقى الحكايه دلوقتي؟ هل كل اللي قلناه ده كان ملوش لازمه؟ لا، طلعنا بكونكلوجن مهم قوي. احنا علشان نحكم على الدايركشن بتاع السبونتينيوس بروسس لازم نشوف السيستم والسراوندينجز، الديجري اوف ديس اوردر اللي حصل في السيستم والسراوندينجز. يبقى when we consider changes in both systems and surroundings we find ايه؟ ان كل البروسيسز بتحصل spontaneous في ال direction that increases the total entropy of the universe, the system of surroundings. هنا طيب نطبق الاكزامبل ده على ال freezing of water. لما ال water حصل لها freezing اتحولت من ايه؟ من ال less ordered form الى ال more ordered form. يبقى ال water اتحولت من ال less ordered form الى ال ايه؟ ال more ordered form. بس في نفس الوقت الفريزنج اوف ووتر ده حصل منه ايه؟ ليبريشن اوف هيت تو سراوندينجز اللي هو الفريزر كومبارتمنت. نتيجه التجمد اللي حصل ده حصل ان في هيت واز ريليست نتيجه عمليه الفريزنج دي. ف اما اشوف الدلتا اس بتاعت السيستم والسراوندينجز، الدلتا اس بتاعت السيستم الووتر اتحولت من الليكويد الى سوليد، يبقى دلتا اس نيجاتيف، تمام؟ دلتا اس بتاعت السيستم نيجاتيف. لكن في نفس الوقت النتيجة عملية التجمد اللي حصلت دي heat was released to the surroundings اللي هو الفريزر كومبارتمنت، زودت الانتروبي بتاعة surroundings، لان احنا زي ما نشوف كمان شوية نتيجة liberation of heat ما فيه كمية حرارة بتنتقل لوسط معين بتزود العشوائية بتاعة الحركة بتاعة الجزيئات، الكينيتك انرجي بتاعة الجزيئات بتزيد، فبالتالي الجزيئات دي بتتحرك بصورة عشوائية في اتجاهات مختلفة، فالانتروبي بيزيد نتيجة اضافة حرارة لوسط معين. فلقينا ان السيستم اللي هي الووتر دلتا اس بتاعتها نيجاتيف لان هي تحولت من الليكويد الى سوليد، لكن في نفس الوقت لقينا الانتروبي بتاع السراوندينجز اللي هو الفريزر كومبارتمنت بوزيتيف علشان في حراره انتقلت له، خلت الجزيئات الكينيتك انرجي بتاعتها تزيد، خلت الحركه العشوائيه تزيد بتاعت الجزيئات، فالديجري اوف ديس اوردر اللي في السراوندينجز زاد، يبقى دلتا اس بتاعت السراوندينجز اصبحت موجبه. يبقى علشان البروسيس تكون سبونتينيوس لازم المجموع بتاع دلتا اس بتاعت السيستم ودلتا اس بتاعت السراوندينجز هما الاثنين مع بعض يكون اكبر من الصفر. مش مهم مين فيهم اكبر ومين فيهم اقل، المهم ان المجموع بتاعهم يكون اكبر من الصفر. يبقى علشان احكم على البروسيس دي او الدايركشن بتاع السبونتينيوس بروسيس لازم احسب دلتا اس بتاعت السيستم ودلتا اس بتاعت السراوندينجز. ممكن واحده منهم تكون نيجاتيف بس الثانيه لازم تكون بوزيتيف بدرجه اكبر علشان تو اوت واي، او علشان القيمه العدديه بتاعتها الموجبه تتغلب على القيمه العدديه السالبه بتاعه الدلتا اس بتاعت الجزء الثاني من اليونيفرس، بحيث ان ايه؟ ان التوتال باي اديشن الفاليو بتاع الدلتا اس يونيفرس تكون اكبر من الصفر. يبقى دلوقتي علشان انا احكم تاني هقول تاني على الدايركشن بتاع السبونتينيوس بروسس، هل البروسس ده سبونتينيوس ولا لا في اتجاه معين؟ اشوف السيستم واشوف السراوندينجز، احسب دلتا اس للسيستم واحسب دلتا اس للسراوندينجز، المجموع الجبري للاثنين مع بعض لازم يكون اكبر من الصفر. ممكن واحده فيهم تكون موجب وممكن واحده فيهم تكون سالب، مش لازم الاثنين يكونوا موجب، بس القيمه الموجب لازم تكون اكبر شويه من القيمه السالب علشان الجمع الجبري بتاعهم يكون موجب ودلتا اس توتال او دلتا اس يونيفرس تكون اكبر من الصفر علشان البروسيس دي تحصل في صوره سبونتينيوس في الاتجاه اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى سكند لو اوف ثيرموداينامكس قال لي مش لازم دلتا اس بتاعت السيستم
هي تكون موجب او مش لازم دلتا اس بتاعت السيستم تكون سالب، مش مهم، السيستم لوحدها مش كفايه. علشان احكم البروسيس ده سبونتينيوس في انهي اتجاه لازم احسب دلتا اس بتاعت السيستم ودلتا اس بتاعت السراوندينجز، ويكون الجمع الجبري بتاعهم موجب. لو واحده منهم سالب لازم الثانيه تكون موجب بدرجه اكبر، بحيث ان الالجبريك سام يكون اكتر من الصفر فتبقى موجب. يبقى اهي all processes occur spontaneous في الدايركشن اللي بيزود ال total entropy of the universe السيستم والسراوندينجز. يبقى لازم احسب الدلتا اس بتاعت السيستم دلتا اس بتاعت السراوندينجز واشوف ان الحاصل الجمع ده هو اكبر من الصفر، فبالتالي البروسيس دي تكون spontaneous. هو ده السكند لو اوف ثيرمودينامكس. يبقى فاكرين الفيرست لو كان بيقول ايه؟ الفيرست لو كان بيقول ان الانرجي از ا كونسيرفد بروبرتي، تمام، وان whenever any quantity of energy disappears in one form it appears simultaneously in other form of energy، بنفس الكميه بالظبط، مش كده؟ ده كلام. وبعدين احنا شفنا ان الفانكشن اللي اسمها الانترنال انرجي دي ظهرت نتيجه الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، عرفنا بمبدا الانترنال انرجي. طيب هنا بقى السكند لو اوف ثيرمودينامكس قال لنا ان البروسيسز اوكر سبونتينيوس، الدايركشن بتاع سبونتينيوس بروسيس اللي احنا كنا بندور عليه من اول المحاضره قدرنا نحدده عن طريق الحسابات بتاعه دلتا اس بتاعه السيستم ودلتا اس بتاعه اليونيفرس، والمجموع بتاعهم لازم يكون اكبر، وده طريقه من الطرق اللي احنا بنعبر بيها عن السكند لو اوف ثيرمودينامكس. وزي ما كانت الانترنال انرجي ديت ظهرت نتيجه وجود الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس، هنا الانتروبي برضو ظهرت نتيجة أو يعني as a result of the second law كان في الفانكشن الجديدة دي اللي اسمها الانتروبي ظهرت. طيب يبقى second law بتاع thermodynamics places no limitation على الانتروبي change بتاع system ولا surroundings either منهم، اي واحد منهم كان بي negative ما مش مشكلة خالص. The law does state however that for a spontaneous process to occur a sum بتاع الانتروبي changes must be a positive. ممكن دلتا اس بتاعت السيستم تكون اقل من الصفر، لكن في الحاله دي دلتا اس بتاعت السراوندينجز لازم تكون اكتر بكتير من الصفر so that the total entropy of the universe يكون اكبر من الصفر علشان البروسيس تحصل بصوره spontaneous. يبقى دلتا اس بيساوي دلتا اس يونيفرس بيساوي دلتا اس بتاعت السيستم زائد دلتا اس بتاعت السراوندينجز، ولو كان المجموع ده كل واحد باشارته طبعا اكبر من الصفر يبقى البروسيس دي بتكون spontaneous، وهو ده السكند لو اوف ثيرمودينامكس. عايزين نتكلم على حاجة مهمة جدا اسمها disorder and temperature. احنا عارفين ان لو عملنا removing للheat من any substance دي هيقلل الdisorder بتاعها. يعني لو كان عندنا مثلا جاس سحبنا منه كمية من الحرارة، هنبص نلاقي kinetic energy بتاعت الجزيئات بتقل، إمكانية حركتها بسرعة عشوائية بتقل، فبالتالي الـ disorder بيقل. فـ removing heat from the substance decreases its disorder، وهنشوف دلوقتي إيه هي العلاقة بين الـ heat والـ disorder. طب تعالوا نشوف مع بعض. لو عندنا 1 مول من الأرجون جاس موجودة عند 300 كلفن 1 أتموسفير، تحت الظروف دي الأرجون جاس ده بعتبره as an ideal gas و occupies 22.4 liters، صح كده؟ طيب بعد كده لو كان تعالوا نشوف المنظر بتاع الجزيئات بتتحرك ازاي الجزيئات دي تحت الظروف دي اللي هي موجوده عند 300 كلفن 1 اتموسفير والفوليوم 22.4 لترز. الجزيئات بتتحرك بسرعه عشوائيه through the entire volume in all directions with various speeds، فالديجري اوف راندمنس هنا عاليه جدا. طب تعالوا نشوف لو احنا خدنا السامبل دي بتاعت الأرجون دي وعملنا لورينج للتمبريتشر تو 90 كلفن. لما بنعمل لورينج يعني بنبرده ل 90 كلفن هيت هتطلع من السيستم وتروح للسراوندينجز، فبالتالي طالما ان الأرجون ده فقد حرارة الانتروبي بتاعته بتقل، مظبوط كده؟ طيب عايزين نشوف ليه الانتروبي بتاعته قلت نتيجة فقدانه للحرارة. اول حاجه لما temperature decrease at constant pressure، احنا ما غيرناش البريشر، احنا بنقول البريشر ثابت لكن بنقلل التمبريتشر. لما التمبريتشر بتقل at constant pressure الفوليوم كمان هيقل، فالفوليوم دلوقتي بيكون 7.3 لترز بدل 22.4 لترز اللي كانت موجوده عند ال 300 كلفن اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده.
يبقى لما التمبريتشر قلت لغايه 90 درجه عند كونستنت بريشر او البريشر ثابت ما غيرناهوش، هنبص نلاقي ان الفوليوم اصبح عند الظروف ديت يقل ل 7.3 لترز. طيب ليه لما الفوليوم قل الديجري اوف ديس اوردر بتقل؟ لان الجزيئات دلوقتي واز كونفايند تو ا سمولر سبيس، يبقى ديكريز ان فوليوم decreases أو reduces the disorder لأن الجزيئات بتبقى confined to a smaller space. طيب كمان لما بنقلل درجة الحرارة كناتج energy بتاعت الجزيئات بتقل، فبيمشوا بسرعة أبطأ، وبالتالي كمان دي بتعمل contribution زيادة للdecrease in the disorder. فإحنا شفنا حاجتين دلوقتي بيقللوا ال disorder لما درجة الحرارة بتقل. لما درجة الحرارة بتقل at constant pressure بنبص نلاقي ان الفوليوم كمان بيقل ل 7.3 liters، وده بيقلل ال disorder لسببين. اول حاجة reducing الفوليوم بيخلي الجزيئات confined او موجودة في حيز اقل او اضيق، فبالتالي ال randomness بتاع الموفمنت بتاعتها بيقل. الحاجة التانية لما بنقلل درجة الحرارة بنبص نلاقي كيناتيك انرجي بتاعت الجزيئات بتقل، وبالتالي ده برضو كمان ده بيقلل الديس اوردر اللي موجود في السيستم. طيب تعالوا نشوف بقى كمان لما نقلل درجه الحراره توصل الى 83.7 كلفن، هنبص نلاقي ان الجاز كوندنسز تو ليكويد. طيب الكوندنسيشن بروسيس دي بتحصل ات كونستانت تمبريتشر، وبتكون مصحوبه بلارج ريدكشن في الانتروبي. ليه لارج ريدكشن في الانتروبي؟ علشان الجاز بتبقى الجزيئات فيه بتبقى بتتحرك بصورة عشوائية في اتجاهات مختلفة بسرعات مختلفة، لكن في الليكويد بتبقى بتتحرك الجزيئات around each other في confined space، فبالتالي ال degree of randomness بيقل، فبالتالي يحصل large reduction in volume نتيجة التحول بتاع الجاز إلى liquid. طيب بعد كده بنقول إن at 87.3 كلفن المولر فوليوم of argon gas كان 7.17 لتر، لكن الليكويد عند نفس درجة الحرارة دي اللي هي الكوندنسيشن تمبريتشر دي بيكون just 29 مليليترز. طيب لما بنبرد كمان نوصل درجة الحرارة إلى 83.8 هنبص إن الأرجون جاس بيتحول من الليكويد إلى او هنلاقي الارجون بيتحول من الليكويد الى سوليد او بيحصل له فريزنج تو فورم كريستال. طيب تعالوا نشوف شكل الكريستال دي تحت الميكروسكوب بيكون عامل ازاي. بيكون هايلي اوردرد كريستالاين ستراكشر، كل الاتمز موجوده في اماكن محدده في السوليد ستراكشر دي، كل الجزيئات بتكون موجوده في الاماكن بتاعتها المحددة اللي هي عشان كده بيسموها highly ordered regular crystalline array. طيب هل الجزيئات في الحالة ديت لما درجة أو لما الأرجون حصل له freezing هل الجزيئات أصبحت locked in position خالص وفيش أي حركة؟ لا، ده هي أول ما الأرجون بيتجمد هيبقى لسه في degree of disorder نتيجة atoms بتاعه الارجون اللي في السوليد بت فايبريت باك اند فورث وذين ذا كريستال، فلسه في راندومنس في الموفمنت بتاعتهم. تمام، كل ما نبرد السوليد اكتر هنبص نلاقي الفايبريشنز دي الشده بتاعتها بتقل. كل ما نبرد اكتر هنبص نلاقي الفايبريشنز بتاعه الاتومز اباوت الفيكست بوزيشنز اللي هي موجوده فيها دي عماله بتقل شويه بشويه لغايه لما نوصل عند الزيرو كلفن. هنبص نلاقي ان each atom is locked in position او locked in place ومفيش اي حركة خالص. فمن هنا قلنا ان عند temperature 0 Kelvin the entropy of the system is now at a minimum، على فرض ان مفيش اي impurities في السامبل. when the disorder in the sample is at a minimum the entropy is defined to be 0. يبقى احنا جبنا السوليد اول ما وصلنا عند درجة الحرارة اللي اتجمد فيها الليكويد ارجون وتحول الى سوليد، هنبص نلاقي عندنا سوليد ستراكشر كريستالين ستراكشر الجزيئات اللي فيها لسه vibrating back and forth about fixed positions عمالين يتحركوا حوالين المكان الثابت اللي هما موجودين فيه في الكريستال ستراكشر اللي موجودة عندنا. لكن كل ما نبرد درجة الحرارة او لا كل ما نبرد نقلل درجة الحرارة اكتر بيلاقوا ان
الانتنسيتي او الشده بتاعت الفايبريشنز دي بتقل لغايه ما نوصل عند 0 كلفن، بتبقى every atom is locked in position، مفيش اي movement خالص. في الحاله دي الانتروبي is defined to be zero. تمام، يبقى ده اهميته ايه؟ هو ده third law of thermodynamics. third law of thermodynamics بيقول لنا عندنا pure perfect crystal at 0 كلفن has no entropy، يعني الانتروبي بيساوي 0 at 0 كلفن for a pure perfect crystal. ايه اهميه الثيرد لو بتاع الثيرموداينامكس؟ دي حاجه مهمه جدا. it establishes a starting point for entropy، يعني قال لي الانتروبي بيكون 0 فين، يعني عند درجه حراره اعلى من 0 كلفن الانتروبي بيكون له قيمه، عند 10 كلفن، عند 20، عند 50، عند 100، عند 1000، عند اي حاجه رقم اعلى من ال 0 كلفن الانتروبي has a positive value. تمام، فالانتروبي له starting point، او الثيرد لو اوف ثيرمودايناميكس حط لي starting point for entropy، يعني الانتروبي بيساوي 0 فين، يعني عند درجه حراره اعلى من 0 كلفن الانتروبي has a positive value. كلام ده خلي بالكم الانتروبي مختلف عن الانثالبي اللي هي الاتش، عمرنا ما شفنا حاجه اسمها اتش لوحدها، دايما كنا بنقول ايه انثالبي تشينج دلتا اتش، كنا بنحسب دلتا اتش للايديال جاس، فاكرين تشابتر 3 دلتا اتش ودلتا يو، كان دايما بنحسب الفرق ما بين الاتش فاينل والاتش انيشال، بنحسب الاتش حتى بالنسبه للايديال جاس، بالنسبه للكيميكال رياكشن، بالنسبه الحاجات دي كلها كنا بنحسب لها دلتا اتش بالطريقه اللي بنتكلم عليها دي. طيب ليه ما كناش بنتكلم على الاتش لوحدها؟ عشان الاتش هاز نو ابسولوت ستارتنج بوينت، لكن الانتروبي لها ابسولوت ستارتنج بوينت، دلتا اتش بنعبر عنها دلتا اتش، لكن الاس هي الاس، او الانتروبي هو انتروبي لانه هاز ا بوزيتيف فاليو طالما درجه الحراره اعلى من الايه الزيرو كلفن. بيقول لك هنا at 0 كلفن any pure crystal is completely ordered، يعني 0 جول بير مول، at higher temperature the substance is disordered so it has a positive entropy. عايزين دلوقتي نشوف الانتروبي changes بتاعت الايديال جاس. الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس بيقول لنا for 1 مول of a fluid for a reversible process، بنكتبه اهو، يبقى احنا بنتكلم على 1 مول الفيرست لو بتاع الثيرمودايناميكس بالنسبه ل 1 مول اوف ذا فلويد، وعندنا reversible process is written as du equal dq ناقص dw. احنا بنتكلم على الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس بالنسبه ل 1 مول for reversible process. طيب طالما ان احنا بنتكلم على ideal gas، احنا عايزين نحسب الانتروبي changes of the ideal gas، يبقى بنشيل du ونحط بدلها cv dt. طالما ان احنا بنتكلم على reversible process يبقى dw بتساوي pdv. طيب dq دي بقى بتساوي ايه؟ بتساوي du زائد dw، يبقى ادي dq بتساوي dw زائد du، شلنا du حطينا بدلها cv dt، وشلنا dw حطينا بدلها pdv، وقلنا ان dq بتساوي cv dt زائد pdv. نقسم المعادله دي على t، dq على t بتساوي cv dt على t، زائد بدل ما نتكلم على ideal gas هنقول r، بنشيل ال p ده اهي ونحط rt على v، اهي rt على v، واحنا قاسمين اصلا المعادله كلها على t، تبقى rt على t dv على v، ال t هتروح مع ال t ونعمل التكامل. هنا من 0 ل q dq على t بتساوي cv تكامل من t1 الى t2 dt على t، زائد r تكامل من v1 الى v2 dv على v. وخلي بالكم احنا هنا قلنا تكامل من 0 ل q، لان ال q دي ايه؟ path function، مظبوط، لكن اتكلمنا على t من t1 الى t2 دي state function. طيب يبقى هنا الجزء ده اللي هو تكامل من 0 ل q dq على t دي بيسموها الدلتا s، هتساوي cv ln t2 على t1 زائد r ln v2 على v1. يبقى دي اول relation بقدر احسب منها الانتروبي changes of an ideal gas. طب تعال نشوف ايه تاني ممكن نحسب منه الانتروبي change of an ideal gas. عندنا h equal u زائد pv، dh equal du الاول في تفاضل التاني هنا زائد التاني في تفاضل الاولاني، هنشيل ال du، هنشيل ال du ونحط بدلها dq ناقص pdv، مظبوط، وزائد pdv اللي هنا دي زائد vdp. ليه شلنا du وحطينا dq ناقص dw؟ دي du اللي هي dq ناقص dw، ماشي،
طيب بنتكلم على reversible process، فبنشيل ايه ال DW ونحط بدلها PDV، ماشي كده. طيب هنبص نلاقي ان ال PDV دي هتروح مع ال PDV ده، يبقى DH equal DQ زائد VDP، يبقى بالنسبة ل ideal gas DH equal CPDT وبساوي DQ زائد VDP. هنخلي ال DQ في ناحية لوحدها، هتبقى هنا CPDT ناقص VDP لان احنا دي هنوديها ايه ناحية التانية، يبقى ونعمل التكامل من 0 ل Q DQ على T، برضو هنقسم المعادلة كلها على T، ونعمل تكامل من هنا من 0 ل Q، وهنا من T1 إلى T2، وهنا من P1 إلى A P2. يبقى دلتا S في الحالة دي بتساوي CP لان T2 على T1 ناقص R لان P2 على T1. أدي الريليشن التانية اللي ممكن نحسب منها الانتروبي تشينج of an ideal gas. امتى استخدم دي وامتى استخدم اللي فوق ريليشن 1 وريليشن 2؟ أدي ريليشن 1 وادي ريليشن 2، هما التو ريليشنز دول بنقدر نستخدمهم لحسابات الانتروبي تشينج. والله انا اداني المساله as a function of volume، يعني اديني الانيشال فوليوم والفاينل فوليوم، اعوض في المعادله دي ليه وادور احسب الفي 1 والفي 2 ازاي؟ مديني المساله as a function of pressures، استخدم المعادله اللي هي الصوره اللي تحت دي. لما تكون التمبريتشر كونستانت هنبص نلاقي ان احنا الجزء ده هيروح ده هو، يبقى دلتا اس ايكوال ار لان في 2 على في 1، و كمان دلتا اس ايكوال ناقص ار لان بي 2 على بي 1. لما يكون الفوليوم كونستانت سي في لان تي 2 على تي 1 او سي بي، لما يكون التمبريتشر كونستانت، سوري لما يكون الفوليوم كونستانت بنحسبها من المعادله دي، لما بيكون البريشر كونستانت بنحسبه من المعادله دي، هيكون سي بي لان تي 2 على تي 1. ادي انتروبي تشينج اوفر ايه at constant temperature اهو، يا اما r ln v2 على v1 او a minus r ln p2 على p1 او r ln p1 على p2 عشان شلنا اشاره النيجاتيف. وبعد كده الانتروبي تشينج at constant pressure والانتروبي تشينج at constant volume زي ما قلنا قبل كده. طيب عايزين نشوف بقى او نعمل prediction للساين او ال relative s node value of the system. الS node value أو standard molar entropy بيبقى tabulated في الكتب بالوحدات اللي هي قدامنا على هنا، هو دي اللي هي جول per مول كلفن. خلي بالكوا الدلتا H دايما بتبقى بالكيلو جول، فلما يكون في معادلة فيها الدلتا H والدلتا S في نفس المعادلة نخلي بالنا ان احنا نحول الوحدات بتاعة الدلتا H أو الدلتا S علشان يكونوا زي بعض علشان ما يحصلش ايه miscalculation. اول حاجة عايزين نشوف التمبريتشر ازاي بتأثر على الاس نود بتاعة السيستم. لما يكون مثلا عندنا كوبر ميتال موجود عند 273 الستاندرد مولر انتروبي بتاعه بيكون الرقم ده اللي 31 جول بر مول كلفن. عند 295 على درجة حرارة اعلى بيكون اعلى شوية، عند درجة حرارة اعلى كمان بيكون اعلى اكتر. يبقى التمبريتشر لما بتعلى دي بتزود الافريج كيناتيك انرجي بتاعت الجزيئات، فبالتالي الستاندرد مولر انتروبي بيزيد. الظاهره ديت مش بس للسوليدز، لا دي للليكويدز والجاسز وكل حاجه. ات هاير تمبريتشر الايه الانتروبي بيزيد. طيب الفيزيكال ستيت مين اللي عنده انتروبي اعلى واحد، السوليد ولا الليكويد ولا الجاس؟ ايوه الجاس هو اعلى انتروبي فيهم. يبقى when a more ordered phase changes to a less ordered one the entropy is positive. يبقى المور اوردر بيتحول للاس اوردر، يعني الاس فاينل اكبر من الاس انيشال، يبقى الدلتا اس بتاعه السيستم بوزيتيف. دايما لما يكون عندنا الثلاثه فيزز اللي سوليد والليكويد والجاس، السوليد هو عنده ليست انتروبي والجاس هو عنده الهايست انتروبي والليكويد ان بتوين. بنقول فور ا جيفن سبستنس S node increases as the substances change as the substance change from liquid to solid to gas. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف example. لما يكون عندنا مثلا صوديوم في صورة solid وفي صورة gas، بنبص نلاقي ان الانتروبي هنا اعلى اقل بكتير في solid من الجاس. الووتر في صورة الليكويد وفي صورة الجاس الانتروبي في الجاس اعلى بكتير من الانتروبي بتاع الليكويد. ولما برضو جرافايت لما يكون عندنا في صورة سوليد وهنا في صورة جاس الانتروبي في الجاس بيكون اعلى من الانتروبي اللي موجود في السوليد. طيب عايزين ندرس الكيرف اللي قدامنا ده اللي هو البيهيفير بتاعت السبستنس لما بنسخنها ابتداء من، يعني عايزين نشوف الانتروبي بتغير ازاي مع التمبريتشر نتيجة التسخين. هنا الاكسس الواي اكسس هو الانتروبي والاكس اكسس اللي هو التمبريتشر، فدي من عند 0 كلفن اللي هو بيكون عنده الانتروبي بيساوي 0، يبقى 0 كلفن و0 انتروبي يبقى البدايه من هنا.
عندنا ايه في الحاله دي، سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ طبعا عندنا سوليد، هايلي اوردر كريستالاين ستراكشر، ما فيش اي موفمنت فيها ولا ديجري اوف ديس اوردر خالص، كل اتوم از لوكد ان بوزيشن، ما فيش اي راندومنس في الموشن ولا اي حاجه خالص. طيب لما نيجي نسخن هنبص نلاقي ان التمبريتشر بتزيد والانتروبي كمان بيزيد. نفضل ماشيين كده، الانتروبي بيزيد او بيحصل جراديوال انكريز ان انتروبي نتيجه التسخين عند درجات حراره اعلى من 0 كلفن لغايه ما نوصل للميلتنج بوينت. هنبص نلاقي ان عند الميلتنج بوينت درجه الحراره بتفضل ثابته وبيحصل سادن انكريز ان انتروبي، الانتروبي بيزيد قوي مره واحده او بيزيد نتيجه التحول من السوليد الى الليكويد، بيحصل ابربت او سادن تشينج في الانتروبي، وده الحته الجزء ده بيسموه الانتروبي اوف فيوجن. هنا الجزيئات او السيستم بتتحول من السوليد الى ليكويد، ده الفيس تشينج اللي بيحصل عندنا ات كونستنت تمبريتشر، بيكون صاحب له سادن انكريز ان انتروبي. بعد كده نهايه التحول من سوليد من الفيوجن، خلاص كل السوليد اتحول الى ليكويد عند النقطه دي. بعد كده لما بنيجي نسخن الليكويد بيبقى فيه جراديوال انكريز ان انتروبي نتيجه زياده في درجه الحراره لغايه ما نوصل عند النقطه اللي بيحصل عندها بدايه الفابورايزيشن اللي هي تحول الليكويد الى جاز، فبنبص نلاقي سادن انكريز او سادن رايز ان انتروبي عند كونستنت تمبريتشر، عشان عمليه الفابورايزيشن دي تيكس بليس ات كونستنت تمبريتشر. وبالتالي بنبص نلاقي المنظر بتاع ايه الكيرف ماشي هنا في الجزء ده كده فيرتيكال، نتيجه ايه انه فيرتيكال increase أو large increase in entropy at constant temperature during vaporization. الجزء اللي هو من هنا لهنا ده بيسموه ال entropy of vaporization. بعد كده عند النقطة دي بيكون كل الليكويد اللي تحول عندنا موجود تحول إلى جاز. بعد كده التسخين بيحاول gradually أو بيرفع ال entropy gradual increase in entropy نتيجة التسخين. يبقى بنلاقي إن within a phase في gradual increase، في a solid phase بيبقى في gradual increase، في الليكويد فيز بيبقى في جراديوال انكريز، في الجاز فيز جراديوال انكريز، في ايه كل ده؟ في الانتروبي. لكن عند الفيز تشينج سادن ابربت تشينج في الانتروبي نتيجه التشينج ان فيز، وده بياكد لنا ان لما يتغير الفيز من سوليد الى ليكويد بيبقى مصحوب بزياده كبيره في الانتروبي، وما بيكون تغير من ليكويد الى جاز برضو بيكون مصحوب بزياده كبيره في الانتروبي بتاعه السيستم. هنا بنقول في الاول بيكون السوليد is relatively ordered and has the lowest entropy والبارتكلز بتاعته بتكون vibrating around their positions but on average remaining constant، احنا اللي او fixed زي ما اتكلمنا قبل كده. لما التمبريتشر بتعلى الانتروبي بيعلى بالتدريج نتيجه الزياده في الكاينتيك انرجي. When السوليد melts البارتكلز بتموف freely between and around each other في الليكويد فيز، هو بيكون عشان كده ده تفسير ليه بيحصل abrupt large increase in entropy نتيجه التحول من phase to phase. هنا نتكلم على التحول من الليكويد الى من السوليد الى ليكويد. further heating برضو بيزود سرعه الجزيئات او البارتكلز الموجوده عندنا within the liquid، وده بيكون مصاحب ب increase gradual في الانتروبي. لما بقى التحول بيكون من الليكويد الى الجاز بيحصل الجزيئات بتبقى بتعمل freeing themselves من الانترموليكولار فورسز، وبالتالي بتمشي بصوره راندوم كبيره جدا، عشان كده فجاه بنلاقي الانتروبي زاد نتيجه التحول من ليكويد الى جاز. عايزين برضو ناخد بالنا من حاجه ان الانكريز في الانتروبي بيكون من الليكويد للجاز بيكون اكبر من الانكريز اللي في الانتروبي اللي بيحصل من السوليد للليكويد. الحاجة التانية برضو اللي احنا عايزين نشوف تأثيرها على الانتروبي اللي هو dissolution of a solid or a liquid. الانتروبي بتاع dissolved solid لو احنا عندنا مثلا صوديوم كلورايد وجينا دوبناه في مية، عندنا الاول كان صوديوم كلورايد solid highly ordered crystalline structure وعندنا solute اللي هو solvent اللي هو الووتر. طيب اما يكون عندنا الصوديوم كلورايد solid والsolvent اللي هو الووتر، دول كل واحد لوحده كده الانتروبي بتاعتهم ايه؟ اقل ولا اكتر من الصوديوم كلورايد اللي دايب؟ لا، الانتروبي في الاول بتبقى اقل علشان بيكون عندنا بيور سولفنت وعندنا هايلي اوردد كريستالاين ستراكشر من الصوديوم كلورايد. لكن لما الايونز بتحول او الصوديوم كلورايد بتحول الى هايدريتد ايونز ان سوليوشن، ده بيكون مور ديس اوردر حصل او ديس اوردر زاد، فبالتالي التحول او ديسوليوشن اوف سوليد كريستال بيكون مصاحب دايما بزياده في الانتروبي. يبقى هنا هو
الصوديوم كلورايد في صورة سوليد، ولما داب ادي الانتروبي بتاعه كان 72، لما داب في الاكويس فيز بقى 115. مثلا حاجة تانية اللي هي ال CH3OH ده في صورة ليكويد، برضو لما دوبناه في المية برضو كان فيه مصاحب بزيادة في الانتروبي، بس الزيادة في الانتروبي ما كانتش كبيرة قوي زي اللي كانت في حالة ايه التحول من الصوديوم كلورايد، علشان ده كان ايونيك سوليد وده النيتشر بتاعته الميثايل الكول مختلف عن الايونيك سوليد ده. يبقى بيقول لك وان ان ايونيك سوليد ديزولف ان ووتر زي الصوديوم كلورايد، هنبص نلاقي الهايلي اوردرد كريستالاين ستراكشر اللي اتكلمنا عليها بتحولت الى هيدريتد ايونز ان سوليوشن فالانتروبي بيزيد. وان موليكولر سوليوت زي ال CH3OH بيدوب ده بيكون الانتروبي انكريز المصاحب له بيكون اقل. طيب برضو لما يكون عندنا سوليد زي الجلوكوز بندوبه في الميه مفيش بريك داون اوف ذا كريستال ستراكشر از اولسو ابسنت، فبالتالي برضو الانكريز الانتروبي اللي بيحصل بيكون اقل. طيب لما بيجيبوا الميثانول والووتر ليه بقى في حاله الميثانول لما بتدوبه في الميه ما بيبقاش فيه انكريز في الانتروبي كبير؟ لان بيبقى فيه هيدروجين بوندز كبيره كتير بتتكون في الحاله دي، فدرف الانكريزين انتروبي اللي بيحصل ما بيكونش كبير قوي قد اللي بيحصل في حاله الديسوليوشن بتاعه الايونيك سوليد، لان هنا في الحاله بتاعه الميثانول والووتر بتبقى فيه هيدروجين بوندز كبير كتير اتكونت، فدي بتقلل الفريدم اوف موفمنت نتيجه الميكسينج، بيبقى فيه الفريدم بتاعه الموفمنت ما بتبقاش كبيره قوي نتيجه الهيدروجين بوندز، فبالتالي بنبص نلاقي الانكريز ان انتروبي اللي حصل نتيجة الديسوليوشن بتاع الميثانول اوف ووتر مش كبير قوي قد اللي بيحصل نتيجة الديسوليوشن اوف ان ايونيك سوليد. طيب تعالوا نشوف بقى لما الجاز بيديزول في ليكويد ولا سوليد. لما الجاز بيديزول في ليكويد او سوليد ده بيكون مصحوب بديكريز ان انتروبي. الانتروبي اوف ا سوليوشن اوف ا جاز ان جاز ان ا ليكويد اور سوليد از اولويز ليس ذان ذا انتروبي اوف ذا بيور جاز، لكن لما ندوب جاز في جاز برضو الانتروبي بيزيد نتيجة الميكسينج of two types of molecules. الموضوع اللي بعد كده برضو بندرس تأثير الـ complexity of element or compound على الانتروبي. هنا بنشوف لما كل ما المولر ماس بيزيد كل ما الانتروبي بيزيد. ادي الليثيوم كان 7 الانتروبي كان 29.1، الصوديوم 23 51، هنا 39 هنا 64، هنا 85 هنا 69. فبنبص كل ما المولر ماس بيزيد بنلاقي ان للالمنتس كل ما كان الايه الانتروبي كمان اعلى. برضو نفس الترند بالنسبه للكومباوندز زي سي اف 4 وسي سي ال 4، هنبص نلاقي ان كل ما كان المولكيولر ويت اعلى كل ما كان الانتروبي اعلى. هنا اهو الكربون تترا كلورايد الانتروبي بتاعته 261، انما الكربون تترا كلورايد 309 لان المولكيولر ويت بتاع ده او المولر ماس بتاع ده اعلى من ده. طيب يبقى بالنسبه للكومباوندز كمان لاحظوا ملاحظه ان كل ما الكومبلكسيتي بتاعه الكومباوند انكريزز، يعني كل ما كان الكومباوند ده فيه اتومز اكتر كل ما الانتروبي كان اعلى. تعال نشوف زي الاكزامبل ده صوديوم كلورايد المونيوم كلورايد P4O7 دول كلهم في السوليد ستيت، ده مور كومبلكس عن ده وده مور كومبلكس عن ده، الجزيئات اللي فيه كتير الاتومز هنا كمان الاتومز كتيره موجوده هنا كتير مور كومبلكس، يبقى P4O10 مور كومبلكس ذان AlCl3 وده هو مور كومبلكس ذان ده. يبقى كل ما الكومبلكسيتي اوف الكومباوند بتزيد نتيجه الزياده في النمبر اوف اتومز هنبص نلاقي الانتروبي بتزيد. يبقى بالنسبة للكومباوندز كل ما كانت الكومباوند ده في عدد جزيئات أكتر كل ما كان مور كومبلكس كل ما كانت الانتروبي بتاعته أعلى. ده كلهم إحنا بنقارن في السوليد فيز، هنا بنقارن في الجاز فيز الـ NO والـ N2O دول في الجاز فيز، برضو كل ما زادت الكومبلكسيتي في الجاز فيز كل ما كان برضو الانتروبي أعلى نتيجة إن زيادة في عدد الأتومز في الكومباوند اللي إحنا بنتكلم عليه. طب تعالوا نشوف هنا مثلا ده NO وده NO2 وده N2O4، ليه ده فيه 2 اتومز بس اهو 2 اتومز،
في الموشن الوحيده اللي هي باك اند فورث كده. هنا في 3 اتومز، شوفوا الطرق المختلفه اللي ممكن الجزيئات تتحرك فيها، ده كده يعني في الاتجاه ده، وفي في الاتجاه ده، وفي في موشن كمان فايبريشن في الاتجاه ده، وده شوفوا جزيئات كتير ازاي. هنا في 6 جزيئات، فالحركه في اتجاهات بتبقى اكتر زي ما هي موضحه بالسهم. يبقى الترند is based on the various types of movement available to the atoms in the compound, which relates the number relates to the number of equivalent ways in which their energy can be distributed. يبقى الكلام اللي أنا لسه شرحه فوق دلوقتي بيقول بالنسبة للنيتروجين أوكسيدز هنبص نلاقي if the two atoms of NO can vibrate in only one way towards and away from each other. The NO2 have several vibrational motions and the six atoms of N2O4 have many more. يعني الاتجاهات بتاعت الفايبريشنال موشن بتزيد كل ما كان ايه، كل ما كان عدد الجزيئات الموجود عندنا اكتر. طيب عندنا لو كان عندنا هيدروكربون تشين، تو ديفرنت هيدروكربون تشين، واحده اللينث بتاعها اطول من الثانيه، يبقى مين الانتروبي بتاعه اعلى؟ الانتروبي بتاع اللونج هيدروكربون تشين بيكون اكتر من الشورتر وان، لان اللونج هيدروكربون تشين كان روتيت اند فايبريت ان مور ويز ذان الشورت هيدروكربون تشين. طب لو كان عندنا تو هيدروكربون كومباوندز، واحده في صوره تشين والثانيه في صوره سايكليك كومباوند او رينج. طيب سايكلوبنتين ده في صوره رينج، وده C5H10، وعندنا كمان جنبه بنتين اللي هو في تشين عاديه خالص، يبقى ده موجود في رينج اللي هو C5H10، ده رينج كومباوند وده تشين، هما الاثنين تقريبا عندهم نفس المولر ماس، مين هيكون عنده انتروبي اعلى؟ ال C5H10 الموجود في رينج او از رينج كومباوند، ولا البنتين اللي موجود في صوره تشين؟ اللي هيكون عنده اعلى انتروبي من الثاني هو البنتين اللي موجود في صوره تشين، لان لما يكون عندنا رينج كومباوند بيكون الفايبريشنز والروتيشنز ار ريستريكتد ان ذا رينج. يبقى لما يكون عندنا تو كومباوندز اورجانيك كومباوندز، واحد ستريت تشين زي البنتين، واحد سايكلو بنتين اللي هو موجود في رينج، مين عنده انتروبي اعلى؟ اللي موجود عنده انتروبي اعلى، تقريبا هما الاثنين عندهم نفس المولكيولر ويت او نفس المولر ماس، فما نقدرش يعني نقول ايه نحكم عن طريق الحاجه دي دلوقتي، لكن اللي هيقدر يخلينا نحكم عن مين فيهم هو اللي عنده انتروبي اعلى هو مين التشين الستريت تشين ومين الرينج. الرينج دايما بيبقى عندها انتروبي اقل علشان الفايبريشنز والروتيشنز بتبقى ريستريكتد في الرينج. طيب تعالوا نشوف هنا الانتروبي بتاع الميثين، ادي الميثين اهو، والسي 2 اتش 6 والسي 3 اتش 8 وسي 5 اتش 12. احنا بنقارن جاسس ببعضها او بنقارن جاسس ببعضها، فكل ما كانت الكومبلكسيتي او كل ما كانت الجزيئات اللي موجوده اكتر او في الجاس اكتر، في يعني الجزيئات الموجوده في C2H6 اكتر من الجزيئات الموجوده في CH4 وهكذا، نفس الترند في الاتجاه ده اهو، كل ما كانت عدد الجزيئات اكتر في الكومباوند كل ما كان الانتروبي بتاعته اعلى. بس خلي بالكم ضروري باكد عليكم ان انتوا لما بتيجوا تقارنوا لازم تقارنوا الفيزز نفسها ببعضها، يعني السوليد مع السوليد، الليكويد مع الليكويد، الجاس مع الجاس. لو حد قارن ليكويد مع او سوليد مع جاس، حتى لو الجاس المولكيولر ويت بتاعه قليل قوي بس الديس اوردر بتاعه عالي قوي، يبقى علشان نقدر نقارن بين ديفرنت الانتروبي بتاع ديفرنت كومباوندز لازم يكون عندي نفس الفيز علشان اقدر اقول ان اللي عنده هاير مولكيولر ويت هو اللي عنده هاير انتروبي. لكن لو هقارن فيزز مختلفه ببعضها بيبقى البروسيدجر بتختلف عن كده. اكزامبل على الكلام ده ان احنا عندنا ميثين وعندنا C2H5OH، ده ليكويد اللي هو الإيثانول وده ميثين جاز، مين مور كومبلكس؟ طبعا C2H5OH عدد جزيئات أكبر مور كومبلكس، بس ده ليكويد وده جاز، بس برضو الميثين عنده higher entropy أو greater entropy than الليكويد إيثانول علشان ده موجود في الجاز فيز وده موجود في الليكويد فيز. يبقى بصفة عامة لما يكون عندي a gas and a liquid حتى لو كان الليكويد more complex than the gas
يبقى في الحالة دي برضو الجاس هو اللي عنده higher entropy. When gases are compared with liquids, the effect of the physical state usually dominates that of the molecular complexity. يبقى لما بقارن الجاسز بالليكويدز بشوف دايما بقول ان الجاس هو اللي عنده انتروبي اعلى حتى لو كان الليكويد مور ايه كومبلكس. ازاي بقى اخر حاجه بنشوفها مع بعض في المحاضره بتاعه النهارده، ازاي نحسب الانتروبي تشينج بتاع الرياكشن؟ احنا كنا قلنا when x moles of a more ordered reactant بتدينا x mole of a less ordered reactant او products، هنلاقي ان الايه الرياكشن عندها بوزيتيف انتروبي تشينج، مظبوط كده؟ طيب تعالوا نشوف العكس، when the number of moles of a gas decrease in the reaction الانتروبي هيكون نيجاتيف. تعالوا نشوف الرياكشن اللي قدامنا على السبوره ده على هنا على السكرين. التفاعل ده نيتروجين جاس يتفاعل مع هيدروجين جاس بيدينا امونيا جاس. عايزين نعمل بريدكشن، بريدكشن يعني ايه؟ من غير ما نحسب، عايزين نحسب او نتوقع دلتا اس بتاعت الرياكشن ده هتكون نيجاتيف ولا بوزيتيف. بالنسبه للرياكشن اللي قدامنا ده هنبص نلاقي 4 مول اوف ذا جاس، 1 مول من النيتروجين و3 مولز من الهيدروجين، دول 4 مولز من الجاس بيدونا 2 مول من الجاس. فالانتروبي بتاع البرودكتس 2 مولز، الانتروبي بتاعهم اقل من ال4 مولز، الاس بتاعت البرودكتس اقل من الاس بتاعت الرياكتنس، فالانتروبي تشينج بتاع الرياكشن ده از نيجاتيف. طيب لو انا عايزه احسبها بقى بالحسابات، احسب دلتا اس بتاعت الرياكشن زي ما اتفقنا، ار اكس ان دي ان رياكشن هي عباره عن مجموع الانتروبي بتاعه البرودكتس كل واحد، يعني مثلا هنا اهو الاكزامبل، مثلا عندنا امونيا هنقول الانتروبي بتاع الامونيا مضروب في 2 يبقى ده سيجما ام اس نود بتاع البرودكتس ناقص سيجما ان اس نود بتاعت الرياكتنس. علشان نحسب الاس نود بتاعت الرياكشن بنجيبها من التيبل او بتبقى جايبها في مساله، ونقول اس نود بتاعه الهيدروجين مضروبه في 3 زائد اس نود بتاعه النيتروجين مضروبه في 1 وكل دول في براكت وقبلهم الاشاره النيجاتيف دي، وهنشوف اكزامبل يفهمنا الكلام ده بوضوح جدا دلوقتي. ادي دلتا اس نود بتاعه الرياكشن 2 مول من الامونيا في الاس نود بتاعه الامونيا ناقص افتح براكت 1 مول من النيتروجين في الاس نود بتاعه النيتروجين زائد 3 مول من الهيدروجين مضروبه في الاس نود بتاعه الهيدروجين. الاس نود فاليوز دي بتبقى تابيوليتد، اعوض بيها هبص الاقي فعلا كمان ان دلتا اس اقل من الصفر. طيب تعالوا نشوف كمان اكزامبل يوضح لنا كمان الموضوع اكتر. وزي ما اتفقنا ان زي ما كنا بنحسب دلتا اتش بتاعت الرياكشن في شابتر 4، هنا لما نيجي نحسب دلتا اكس بتاعت الدلتا اس بتاعت الرياكشن برضو لازم اكد عليكم خالص ان الفيزيكال ستيت لازم يكون موجود ولازم يكون ايكويشنز بالانسد. بيقول calculate the standard entropy of reaction delta S node reaction for combustion of 1 mole of propane at 25 degrees Celsius. ادي propane اهو زائد oxygen بيدينا carbon dioxide water، طبعا ال stoichiometric coefficients موجود. طيب ال products مين؟ carbon dioxide كام مول؟ 3، يبقى 3 مول من carbon dioxide في ال S node بتاعت carbon dioxide. في product تاني؟ في product تاني مين هو؟ هو ال water، يبقى 4 moles of water في ال S node بتاعت ال water بجيبها من التيبل. في برودكتس تاني؟ لا مفيش، خلاص قفلت براكت على كده. ناقص افتح براكت كبير في كام حاجه من الرياكتنتس؟ 2، اول واحد 1 مول من C3H8 اضربه في الاس نود بتاع C3H8 زائد 5 مولز من الاكسجين مضروبه في اس نود اوف اكسجين. طيب بالطريقه دي جبت الفاليوز بتاعت الاس نود من الكتب وقدرت احسبها طلعت ناقص 374. طيب لو انا عايزه اعمل بريدكشن لدلتا اس بتاعت الرياكشن دي، هنا في 1 مول من الجاس و5 مول من الجاس، يبقى في هنا 6 مولز من الجاس وهنا في 3 مولز من الجاس. طيب مين الانتروبي بتاعته اعلى؟ 3 مولز من الجاس معاهم 4 مولز من الليكويد؟ لا، الانتروبي بتاع الليكويد اقل بكتير قوي من الجاس. يبقى لما باجي اقارن بقارن ما بين الانتروبيز بتاعت مين؟ بشوف الجزيئات بتاعه الجاز، هي دي الحاجه الكرايتيريا اللي انا بقدر احكم منها على التشينج في الانتروبي بتاعه الرياكشن. ابص على المولكيولز بتاعه الجاز، فين المولكيولز بتاعه الجاز اكتر؟ هنا اهو في الرياكتنتس 6 وفي البرودكتس كام؟ 3، يبقى هنا الانتروبي كام؟ اقل، يبقى اس فاينل اقل من اس انيشال 3 مولز، عشان انا ما بحطش الليكويد في اعتباري لان الانتروبي بتاعته اقل بكتير قوي من الجاز. يبقى في الحاله دي باخد اول فين المولز بتاعت الجاز في البرودكتس كام؟ 1 3. طيب
3 مولز دول بتوع الكربون دايوكسيد. الثلاثة مولز دول أقارنهم بالستة مولز الموجودين على الناحية التانية، يبقى الانتروبي بتاع الفاينل أقل من الانتروبي بتاع الانيشل، يبقى S فاينل أقل من S انيشل، يبقى الدلتا S بتاعة السيستم أو بتاعة الرياكشن دي نيجاتيف، يبقى قدرنا نعمل بريدكشن إنها نيجاتيف من غير حتى ما نعمل حسابات. في المسائل المنظر ده لو قالك بريدكت يعني إيه من غير ما تحسب، لو قالك كالكوليت يعني احسب. Predict يبقى هنشوف المولز of the gas on both sides of the reaction ونشوف مين أكتر ونقول S عنده أكتر، وبالتالي نقدر نشوف دلتا S الإشارة بتاعتها موجبة ولا سالبة. كده المحاضرة بتاعت النهاردة تكون انتهت، ونكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي.